مرحبا. هذه المناسبة أيضا التي حضرتها اليوم رفقة الوفد المرافق لي هي من أجل الإشراف على انطلاق الباخرة التي ترونها خلفنا متجهة إلى موريتانيا محملة بشحنة من الأسمدة نوعية اليوري. متشكرين جدا لهذا المجهود الجزائري الرسمي الذي واكب هذه العملية ممثلة أيضا في وزارة الخارجية الجزائرية وزارة الطاقة وزارة الدفاع، لأنهم هم سهلوا عملية الأذونات أو التراخيص التي تحتاجها هذه العملية الكبيرة بين بلادنا والجمهورية الجزائرية شقها. Nous sommes en train de réaliser une première vente de 5500 tonnes pour la Mauritanie de durée granulée et la demande globale, comme première demande globale, c'est 20 000 tonnes. Donc c'est 5 500 tonnes d'une demande de 20 000 tonnes qui sera réalisée. Nous avons déployé tous les moyens nécessaires pour faire aboutir cette vente dans de bonnes conditions et dans les délais requis.